في باكستان، حيث يستعد مدثر صديق منذ سنوات للذهاب إلى رحلة الحج لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، إذ أن الشعب الباكستاني مثل بقية الشعوب الإسلامية متعلق بدينه ويسعى إلى تعظيم شعائر الله والاستجابة لأذان الحج. يقيناً حج پر جانا هر مسلمان، لا شك أن كل مسلم يتمنى الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكن تكاليف السفر من باكستان تكون مرتفعة جداً، وأنا أجهز لذلك منذ سنوات، وهذا العام توفقت والحمد لله وسوف أذهب إلى الحج. يتوقع مدثر صديق أن يتمكن من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، وأن تكون رحلة الحج رحلة إيمانية يتفرغ فيها للعبادة بخشوع. لقد سمعت أن الحكومة السعودية توفر الكثير من التسهيلات للحجاج ليتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء مليئة بالراحة والطمأنينة، وهذا يشجعني أكثر على أداء فريضة الحج هذا العام. يسعى مثل منذ سنوات للذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولديه أمنيات ورغبات كبيرة لذلك، وكان يجهز منذ سنوات للحج، وهذا العام والحمد لله قرر الذهاب إلى الحج وهو يستعد لذلك. هذا ويتمنى مدثر صديق أن يعود من رحلة الحج سالما غانما بعد قضاء وقت جميل مليء بالمشاعر الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. الحج رحلة روحانية يسعى كل مسلم للقيام بها ولو مرة واحدة في حياته. لبيك اللهم لبيك، رحلة لصفاء القلوب ورجاء المغفرة. عبد الرحمن حياة، لتلفزيون المملكة العربية السعودية، إسلام أباد. جئت مشتاقا ألبي.